استنى يا عاطف، انا مش لاقياه. هو راح فين؟ مش لاقياه. هو راح فين؟ راح فين يا عاطف؟ راح فين يا روضة؟ دور كده يا يحيى، راح فين؟ انا مش لاقياه. استنى ما اشوف يا يحيى. صح، انت صح يا يحيى، برافو عليك. انا لقيته يا اصحابي. لقيت حرف الميم. كنت حطاه هنا مش لاقياه. مين محمود؟ شاطر يا عاطف. محمود ده صاحبك يا عاطف؟ صاحبي. برافو يا عاطف، لقيت حرف الميم. الحمد لله يا اصحابي، كنت قاعده بدور عليه. حرف الميم. محسن. برافو يا رضا. ميم محسن. ميم ايه كمان؟ موز. موز، برافو عليك. استنى اول ما احكي لكم حدوته حرف الميم، مش انا كل مره بحكي مش انا كل مره بحكي لكم حدوته. طيب، كان يا مكان كان في مره قرد صغير. قرد. القرد ده يا اصحابي كان نايم، ولما صحى من النوم كان ايه؟ جعان. كان جعان قوي يا اصحابي لما صحى من النوم. قعد يقول لمامته: يا ماما يا ماما انا جعان قوي يا ماما. فراحت مامته جابت له ايه عشان ياكله؟ موز. برافو عليك يا روضه، جابت له موز. القرد فرح قوي وقعد ياكل الموز. واحنا كلنا بنحب الموز يا عاطف. قعد ياكل الموز بسرعه بسرعه وفرح قوي، وقعد يقول ايه يا اصحابي؟ ام ام ام. قعد يقول ايه يا اصحابي؟ ام ام ام. ام ده صوت حرف ايه؟ قول يا رب. ميم. برافو عليكم. شايفين حرف الميم يا اصحابي؟ نعرف نكتب حرف الميم؟ طب تعالوا كده نكتبه في الهواء، كله يرفع ايده فوق، ارفعوا ايدكم معايا فوق. هنكتب ازاي؟ اطلع لفوق وانزل على السطر وامشي وانزل لتحت. شاطرين يا اصحابي. نعملها تاني، كله يرفع ايده فوق، نقف فوق السطر ونطلع فوق وننزل على السطر، وامشي امشي امشي وانزل لتحت. واحد واقف مظبوط. برافو عليكم يا اصحابي. ده شكل حرف الميم، وده شكل حرف الميم في اول الكلمه. نعرف نكتبه؟ تعالوا كده نكتبه مع بعض في الهواء. يلا يا اصحابي نكتبه مع بعض في الهواء. لا، نكتبه في الهواء اول. كل يرفع ايده فوق، اقف على السطر واطلع اعمل دايره كبيره واقفل الدايره واشد ايديها على السطر. صح يا روضه؟ طب تعرف تكتبوا حرف الميم؟ طب اكتبوا كده، يلا على التيبل اكتب يا يحيى. يلا نعمل السطر بتاعنا ونكتب حرف الميم الكبير. كبير؟ لا، حرف الميم ده تعرفوا تكتبوه؟ انا بعرف. وروني حرف الميم ازاي. يلا يا عاطف انت شاطر. استنى، برافو عليك. نقف كده، نطلع لفوق، نقف على السطر يا يحيى. لا، الحرف الميم الكبير. شاطر، انا عارفه ان انت شاطر. ايوه، برافو عليك. امشي وانزل. برافو عليكم يا اصحابي، انتوا كمان كتبتوا معانا حرف الميم. شاطرين يا اصحابي. شوفي انا كتبته. شاطره. شفتي بتاعي؟ شفتي يا قلبي، شاطر. انت شاطر يا عاطف. برافو عليك، انتوا كلكم شطار. شاطره يا روضه، احنا كلنا شاطرين. يلا بقى ناخد حرف الميم. ناخد حرف الميم في الرحله بتاعت حرف الالف. طيب، هناخد حرف الميم في رحله هنوديه فصل ايه؟ فصل الربيع. عارفين فصل الربيع في ايه؟ ايه يا اصحابي؟ بتبقى الجو جميل وفي زهور وورد كتير، والشمس بتبقى ايه يا روضه؟ شاطر يا عاطف، الشمس بتبقى مدوره. نعرف السكون. برافو عليك. ده السكون بتاعنا مدور يا اصحابي على حرف الميم، بيبقى صوته ايه؟ كله يعمل ايده كده معايا. ام ام ام. قولوا معايا يا اصحابي. ام ام ام. برافو عليك. طب ام زي ايه؟ زي كلمه ايه؟ قولي يا روضه. كلمه لا غلط. قولي يا عاطف. تمرو. برافو عليك. دي صوره تمر. ت تمر تم تمر. برافو عليك يا اصحابي. لا، ملعب ده حاجه تانية خالص. ده حرف الميم السكون صوته ام زي كلمه تمر. تمر. برافو عليك. قولي يا عاطف. نمل. برافو عليك. نمل. برافو عليك يا عاطف، شاطر. طيب، خلصنا كده فصل الربيع، ناخد حرف الميم في فصل الصيف. فصل الصيف بيبقى الجو ايه؟
حر شاطر، بيبقى الجو حر قوي والشمس بتبقى حاميه قوي، صح يا روضه؟ تعالوا نخبي حرف الميم نحط عليه ايه؟ كلنا بنلبس قبعه في فصل الصيف، صح؟ وانتوا كمان يا اصحابي بننزل البحر ونلبس قبعه عشان الشمس. حرف الميم هنحط فوق راسه فتحه، كل يحط ايده فوق راسه ونقول ايه؟ ما 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 ما. زي ايه يا اصحابي؟ ما ماوس، ما ماوس. وما ايه كمان؟ برافو، ما ملعب. شاطرين يا اصحابي. طيب بعد فصل الصيف بيجي فصل ايه؟ الخريف. الخريف، برافو عليكي. بيبقى فيه ايه؟ طيارة. بيبقى فيه هوا شديد قوي بيوقع ورق الشجر، فهنجيب نفس الطيارة اللي جبناها الحرف الالف، فاكرين يا اصحابي؟ هنجيبها الحرف الميم، وحرف الميم هيمسك طيارته ويطيرها في الهوا ويقول ايه؟ مو. مو، برافو عليك يا عاطف. مو مو. يلا طيروا معايا طيارتكم، نقول ايه؟ مو مو مو. محرك، بنحب المحرك. مو مثلث، مو محرك، مو مثلث. برافو عليكم يا اصحاب. تعمل صوت المهرج؟ بتعمل صوت المهرج ازاي؟ ولا شاطر يا عاطف. شاطرين يا اصحابي. بعد فصل الخريف بيجي فصل ايه؟ الشتاء. وقلنا الجو بيبقى فيه برد قوي، صح؟ بيبقى الجو برد وبينزل مطر كتير، وساعات بنلاقي ايه؟ ثلج، بيبقى الارض فيها ثلج كتير. يا عاطف برافو عليك. هنجيب الزلاجه ونلبسها الحرف الميم ويحط ايده كده ويقول ايه؟ مي. يلا يا اصحابي تزلجوا معايا الجليد، نقول ايه؟ مي. برافو يا اصحابي. مي ايه؟ مي مفتاح. اوعى حد، مي مقص. اوعى حد يا اصحابي يقول لك ده مفتاح، لا غلط، اسمه مي مفتاح. مي مقص، شايفين المقص؟ مي مفتاح، مي مقص. شاطرين يا اصحابي. كلنا عرفنا صوت حرف الميم فتحه ما، ميم كسره مي، مي ميم ضمه مو، ميم سكون ام. برافو عليكم يا اصحابي. طب تيجي نلعب لعبه مع بعض؟ نلعب لعبه بسيطه خالص، ماشي يا روضه؟ انا هدي لكم بطاقات مكتوب عليها كلمات وانتوا تشوفوا شكل حرف الميم، لو عليه فتحة هنحط قصاد الميم اللي عليها فتحة، ولو عليه كسرة هنحطه تحت شكل حرف الميم اللي تحتها كسرة، وهنا ميم عليها ضمة وهنا ميم عليها سكون. اتفضلي يا روضة وريني هنحط ده فين. الميم عليها ايه؟ فتحة. برافو عليك يا روضة. طيب نشوف يحيى هتحط هنا ايه يا يحيى؟ شايفين يا اصحابي هنحطه فين؟ محدش يغشش يحيى، هنحطها فين؟ كسره. كسره، فين الكسره؟ برافو عليك. طب هنعمل، طب شوف دي كمان. انا اعرف مين. مين يعرف؟ طب يا روضه قولي. هنحط دي ده شكل حرف ميم عليه ايه؟ سكون. برافو عليكي. طب ودي؟ ودي هنحطها تحت هنا، عليها ميم عليها ايه؟ ضمه. برافو عليك يا روضه، ميم ضمه. شاطرين يا اصحابي. طيب حرف الميم ده شكله بس؟ لا، امال ايه كمان؟ في الوسط. برافو عليك. وفي الاخر. برافو. لا لا، كلنا نسقف لروضه سقفه كبيره. شاطره. لا هي قالت لي عاطف ما تزعلش، مش كل مره كل مره. خلاص يا عاطف خلاص ما تزعلش. ده شكل حرف الميم يا اصحابي في اول الكلمه، وده شكله. برافو عليك. وده في الاخر. شاطره. استني بقى، طب انا اقول لاصحابي ده شكل حرف الميم في الوسط وده شكل حرف الميم في اخر الكلمه. طيب هنعمل نفس اللعبه وتقولوا لي فين حرف الميم ده، حطه فين؟ طب حط يا روضه، هنحطه فين؟ هحطه تحت الفتحه. لا، شكل حرف الميم هنحطه فين؟ هنا. برافو عليك. طيب وهنا خدي كمان، نحطه فين؟ وهنحطه هنا في الوسط. برافو. طيب لا يحيى بقى، اتفضل يا يحيى، فين حرف الميم؟ في الاخر. شاطر، برافو عليك. نعم يا عاطف، بس يا روضه عاطف جميل وبيحبنا. شاطره يا روضه. طيب انا هقول لكم لعبه كمان، انا هقول لكم كلمات وانتوا لو سمعتوا فيها صوت حرف الميم ما 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 هنسقف، ماشي يا يحيى؟ طيب كلمه موز. برافو. طيب لا يحيى كمان شاطر وعارف. طيب كلمة ايه؟ انا
اسمع صوت حرف الميم في كلمة أسد. أسد فيها حرف ميم؟ لا. أسد. برافو، فيها ألف. احنا عايزين حرف الميم. طيب كلمة ملعب فيها حرف ميم؟ برافو. لا سقف يا يحيى. طيب كلمة مفتاح برافو. شاطرين يا أصحابي، كلنا كده عرفنا شكل حرف الميم وبنكتبه إزاي، وأخدنا حرف الميم في رحلة لفصل الصيف والربيع والخريف والشتاء يا أصحابي، وعرفنا أصواتهم. أنتوا كلكم شاطرين، ما تنسوش تدخلوا على اللينك اللي أنا سايبه لكم تحت، وهستناكم تاني يا أصحابي. وأنا كمان بحبكم، هستناكم تاني يا أصحابي. باي باي.